عادة ما يستهدف الفن التعبيري في المقام الأول المشاعر والعواطف والحالات الإنسانية المتفاوتة، أما في الواقع السوري فإنه يستهدف التخبط النفسي الذي يعيشه الفرد السوري بين نزوح وهجرة وغرق وولادة من جديد، وذلك بحسب نظرة الفنانين السوريين. الفنانة سوزدار أتت من سوريا وهي الآن تعمل بيننا في ذات المكان. جميع هذه اللوحات هي من إنتاجها، وجميع الفنانين الموجودين هنا معجبين بها. هذا النوع من الفن لم يكن حقيقة موجودا هنا إلى أن أتت هذه الفنانة السورية. كثير من اللوحات كان فيها اللون الأزرق واللون الأحمر. اللون الأزرق هو يعني يعتبر للحياة أو هيك شيء، الأحمر موت. الفنانة دامجة اللون الأحمر والأزرق بكثير من لوحاتها، وفعلا هذا كان يدل عن الزفير، آخر زفير للشخص. زفير معرض أقامته فنانة تشكيلية سورية في مدينة غازي عنتاب، حيث تعكس لوحاتها معاناة شعبها وما يمرون به من آثار سلبية نتيجة مخلفات الحرب في بلادهم وانعكاسها على تفاصيل حياتهم. المعرض هو بتلامس الوضع السوري، هو الانتقال الإنسان من مرحلة لمرحلة، هو الزفير لحظة التحرر. فهي الزفير ممكن تكون زفير بعد التعب وبفترة الحرب يعني، وممكن يكون زفير الإنسان بآخر زفير بالنسبة له، هو لحظة خروج الروح من الجسد. ربما بات مصير الفن عند بعض الفنانين السوريين مرتبطا إلى حد كبير بواقعهم المؤلم، كما بات نافذة للتعبير عن ذلك الواقع، ويبقى حلمهم برسم فرحة الحرية والانتصار والحب حاضرا في أعينهم. بين زفير السعادة وزفير الروح عبرت الفنانة التشكيلية عن الواقع السوري في ظل الثورة بلوحات تعبيرية يراها كل حسب إحساسه. تالية قدسي لأورينت نيوز، غازي عنتاب، تركيا.